دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. وزارة العمل تعلن عن توظيف 8540 شخصا من خلال برنامج التشغيل الوطني. 4 مليارات دولار قيمة استيراد الأردن للمواد الغذائية ومطالبات باستيراد البقوليات من سوريا. الطاقة تكشف عن أسس جديدة لبرنامج تركيب أنظمة خلايا وسخانات شمسية مدعومة. تحويلات مرورية على طريق إربد الزرقاء الاثنين. 169 وفاة و216 إصابة بتغيير المسرب وتجاوز السرعة عام 2021 في الأردن. فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك والأغوار الاثنين. أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.